بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل الخير متابعين الكرام، متابعي قناة يوميات دودو. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على كيفية إنشاء قناة على اليوتيوب. كنت في الفيديو السابق اتكلمنا فيه على إنشاء حساب على جوجل، وقلنا إن دية الخطوة الأولى أو المرحلة الأولى اللي من خلالها بقدر أو بأتمكن من الحصول او امتلاك قناة على اليوتيوب. كنا وصلنا عند الصفحة دي لما جاتني رسالة مرحبا يومياتي بالاسم الحساب اللي انا المفروض اخترته. طبعا حساب جوجل اللي هو بيكون امتداده @gmail.com، ده بيوفر لي مجموعة من التطبيقات بلاقيها هنا على يسار الشاشة او على يمين الشاشة. اول ما بقف عليه بالماوس بس من غير ما اضغط بتظهر لي على طول كلمة تطبيقات جوجل، فلما بضغط عليه المفروض بتظهر قائمة منسدلة بتظهر فيها كل التطبيقات اللي بيوفرها لي جوجل، واللي من ضمنها تطبيق اليوتيوب. كل اللي انا هعمله دلوقتي اني انا هضغط بزر الماوس الايسر على كلمة يوتيوب دي او الزر الاحمر ده، فبتتفتح عندي صفحة. تمام، الصفحة دي بتعتبر الصفحة الرئيسية لليوتيوب اللي عندي. باجي هنا برضو اقصى اليسار بلاقي هنا المفروض في دايرة، الدايرة دي بيبقى فيها اول حرف من اسم الحساب بتاعي. كل اللي انا بعمله ان انا بضغط برضو بزر الماوس الايسر بتظهر قائمة منسدلة زي ما انتوا شايفين كده. هنا اول حاجة بلاقيها اللي هي انشاء قناة. كل اللي انا بعمله ان انا بضغط على كلمة انشاء قناة ديت علشان خاطر تظهر لي القناة بتاعتي وابدأ في اعدادها. بضغط هنا بيقول لي بدء مسيرة انشاء المحتوى. بضغط على البدء، هنا بيقول لي يشير تحديد هذا الخيار الى موافقتك على بنود خدمة يوتيوب. بختار، بضغط على اختيار. تمام كده تم انشاء قناتك بنجاح. وهنا بيقول لي upload picture لو انا حابة ان انا اختار او اغير الصورة. هنا انا بقول له set up later على اساس ان الاعدادات دي انا اقدر ان انا اعدلها بعدين. تمام كده اقدر اقول لكم مبروك، احنا كده اصبح لدينا قناة على اليوتيوب. ممكن بقى هنا في الحالة دي ان انا اعمل تخصيص للقناة على اساس ان انا اغير الصورة الرمزية بتاعتي. نضغط كده على تخصيص القناة وايه نشوف ايه اللي هيظهر لنا. تمام، دي كده شكل القناة او صورة اي قناة يوتيوب انا لما باجي افتحها بلاقيها فعلا بالمنظر ده. كل اللي مطلوب مني دلوقتي اني انا يا اما بضغط هنا علشان خاطر اغير الصورة الرمزية دي، وبضغط هنا برضو على اضافة صورة للقناة علشان اضيف صورة للغلاف، وابدأ بعد كده في استخدام القناة علشان خاطر ارفع عليها الفيديوهات اللي انا عايزة اشاركها مع غيري. طبعا اليوتيوب بيوفر لي حاجات كتير وميزات كتير جدا ممكن انا اتعرف عليها، يعني سهل جدا ان انا استكشفها بنفسي. اهم حاجة اوصيكم ونفسي باني لما هستخدم القناة في رفع الفيديوهات المختلفة فالمفروض اني استخدمها في الخير، يعني علشان خاطر انشر شيء هادف او علم نافع. اتمنى يكون الفيديو افادكم. اشوفكم في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.